عندنا من الأشياء اللي احنا بنفتخر بيها وال يعني كمصريين بنفخر لما بنلاقي حد تم تكريمه في الخارج. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحقيقة قدمت التهنئة لدكتور رجب رجب العالم المصري في المركز البريطاني للأيكولوجي، وده أحد رواد مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، لأنه تولى منصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف. السفيرة نبيلة مكرم أعربت عن خالص تمنياتها ليه دكتور رجب بمزيد من التقدم والرقي في مسيرته العلمية. دكتور رجب طبعا بيحظى بخبرة علمية كبيرة لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، احنا بنبارك له احنا كمان. ومعانا الآن على الهاتف من بريطانيا دكتور رجب رجب العالم المصري في المركز البريطاني للأيكولوجي والهيدرولوجي. برحب بحضرتك يا دكتور رجب. شكرا جزيلا. وببارك لحضرتك على هذا المنصب، ودايما بالتوفيق، ودايما يعني رافع راسنا وراس مصر يا دكتور. الله يخليك، شكرا جزيلا على التهنئه. دكتور رجب، اكيد الخبره اللي حضرتك اكتسبتها من خلال عملك في الجامعات ومراكز البحوث مع الخبره الميدانيه الواسعه ده اثر على تنفيذ والعديد من المشاريع. خلينا نتعرف اكتر على اهم الصعوبات اللي واجه الدكتور رجب في حياته وازاي قدر يتغلب عليها. كل باحث بيتعرض لبعض مشاكل معينه او حاجات معينه بتقابله، خاصه في القياسات، القياسات العقليه بالذات، وبعض الاحيان عدم توافر الاجهزه، بعض الاحيان بيبقى في اجهزه غير متوفره لقياس معين، دي بتؤدي الى مشاكل. فطبعا الواحد كان بيتعرض لهذه المشاكل وبيفكر في حلول لها، وحصل انه الواحد ربنا وفقه في وضع حلول لمعظم المشاكل اللي قابلتني في حياتي العمليه، سواء في مصر، انا بدات حياتي العمليه في مصر في جامعه الاسكندريه، او قابلتني في دول ثانيه اخرى اشتغلت فيها. فطبعا ما فيش حياه سهله وبلا مشاكل بالذات في مجال الري والموارد المائيه. دكتور رجب، في بداية المشوار كنت بتعتقد ان انت ممكن مع الظروف اللي انت عايشها، حضرتك قلت ان انت يعني من جامعة خريج جامعة الاسكندرية، كنت شايف ان الطريق قدامك ان انت ممكن توصل لده، ولا كانت مع الصعوبات انت مش حاسس ان انت ممكن توصل لهذه المكانة الرفيعة؟ كل انسان من حقه انه يحلم، وكل انسان عنده طموح. اهم حاجه انه الانسان يحاول يشتغل يعني للوصول الى اهدافه وطموحاته، وده اللي بيحصل مع كل انسان ناجح. كثير من المشروعات دكتور رجب خاصة بالتكنولوجيا الحيوية، علاجات المياه المستعملة، إعادة استخدامها، مدى تطبيق شايف ده في مصر النهاردة، ورؤية مصر لتنميتها المستدامة 2030 يا دكتور رجب؟ مصر حاليا بتستخدم مياه المعالجة، وبتستخدم مياه الصرف الزراعي، ومصر حاليا من الدول اللي بتستخدم اكبر كميه ممكنه من المياه غير التقليديه. ووزاره الموارد المائيه وعلى راسها السيد الوزير عاطين الموضوع ده اهميه قصوى، لانه عارفين ان احنا في احتياج لكل قطره مياه. نعم. مصر طبعا محتاجه لكل المياه التقليديه، المياه المعالجه الصحيه، مياه الصرف الصحي، المياه اللي هي محلاه بالذات في المناطق الساحليه، وبرضه المياه المحلاه المياه الجوفيه. كل هذه الامور مأخوذة في الاعتبار في البيان اللي طلع من الوزاره بالخطه المستقبليه، وانا سعيد جدا بانه في خطه وزاريه تضع هذه النوعيه من المياه في اهميه كبيره جدا بتسد احتياجات المياه في مصر.
أنا بشكر حضرتك جدا دكتور رجب رجب العالم المصري في المركز البريطاني للأيكولوجي والهيدرولوجي. مرة تانية ببارك لحضرتك وبنفتخر بوجود أبناء مصر في الخارج في هذه المناصب الرفيعة، تأكيد على أن مصر أبنائها بخير ويستطيعون أن هم يؤدوا مهام ويؤدوا خدمة للبشرية جميعا. بشكر حضرتك جدا يا دكتور رجب وبنتمنى لك التوفيق.